يمر به البلد. ينضم معنا مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور بشير الطائي، مرحبا بك دكتور. تصريحات مختلفة حول أساس الخلاف داخل البرلمان الذي أرجأ تمرير الموازنة، والإقليم ينفي أن تكون حصته هي المعرقل. إلى أين وإلى متى برأيك ستنتهي حظوظ تلك المناكفات وتقر الموازنة؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا، مساء النور. في البداية الموازنة لم تقر بسبب التجاذبات والتنافسات بين الكتل، وخاصة الكتل الكردستانية اللي ترفض إيفاء بجميع المستحقات المترتبة عليها تجاه الحكومة الاتحادية، تماطل وتراوغ حول هذا الموضوع بحجة أن الكتل الشيعية هي الآن التي تقوم بتعطيل إقرار الموازنة. نعم، إقرار الموازنة له مشاكل اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العراقي. طبعا تأخر الموازنة يؤدي إلى تأخر تمويل المشروعات الاقتصادية لعام 2021. أيضا تأخر صرف التخصيصات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية. نحن الآن مقارب شهر نيسان، يعني 3 أشهر من العام 2021. ولم تقر الميزانية. الميزانية المفروض هي خطة مستقبلية تقر قبل بداية العام حتى تقوم وزارة المالية بصرف التخصيصات الاستثمارية لجميع القطاعات الاقتصادية. وبالتالي فإن عدم صرف التخصيصات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية معناها توقف أو إرباك في هذه القطاعات. نعم. أيضا استمرار توقف أو استمرار عدم إقرار يؤدي إلى عدم صرف مرتبات الفدراء والمتطوعين. نعم دكتور، يعني ذكرت أن هنالك خلافات هي التي أخرت إقرار الموازنة، ولكن أيضا هنالك حديث عن اتفاق حول المادة 11 في الموازنة الخاصة بالإقليم. هل بدأت الخلافات السياسية تطفو إلى الساحة؟ وهل كانت حصة الإقليم شماعة التأخير؟ حقيقة حسب وجهة نظري ليس حصة الإقليم هي شماعة، بل هي السبب الرئيسي لعدم إقرار الموازنة. الأكراد أو الكتلة الكردستانية ترفض الإيفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة، تريد حقوق ولا تقوم بالواجبات. حقيقة هذا أمر يعني حتى أن التخصيصات الاستثمارية للمحافظات الشمالية هي أكثر من التخصيصات الاستثمارية للمحافظات الجنوبية. 80% من إيرادات نفطية لمحافظة البصرة وكذلك محافظة ذي قرى وميسان، لكن إذا شفنا هذه التخصيصات الاستثمارية لهذه المحافظات هي أقل من التخصيصات الاستثمارية لكتلة إقليم كردستان. طيب كردستان هو حجر العفة أمام إقرار الموازنة حسب رأيي أنا. نعم، يعني أنت حضرتك ذكرت أنه السبب الرئيس في تأخر إقرار الموازنة هي الكتل الكردستانية. طيب هل يستطيع مجلس النواب من الضغط على الحكومة في حال هنالك، يعني هنالك كتل قالت أنه لن تصوت إلا في حال تخفيض سعر صرف الدولار، هل ستستطيع الحكومة من الضغط للتخفيف من سعر الدولار في الموازنة؟ وما هي تداعياتها على الوضع الاقتصادي في حال بقي سعر الصرف كما حدده البنك المركزي؟ وهنالك أيضا يعني تصريحات لاقتصاديين يذكرون أنه في حال تم تغيير سعر صرف الدولار فسيكون هنالك قانون الموازنة فيه تغيير كثير من الفقرات، لأنها بنيت على سعر صرف الدولار الذي حدده البنك المركزي في الآونة الأخيرة. طبعا رفع سعر صرف الدينار، صرف الدولار امام الدينار العراقي، رفع الدينار امام الدولار ادى الى مشاكل اقتصاديه كبيره. البرلمان من الناحيه القانونيه لا يملك التشريع المناسب لالغاء او لتخفيض سعر الصرف، لكن هناك ادوات مناسبه يمكن ان يقوم بها البرلمان لتخفيض سعر صرف الدينار. هو استجواب محافظ البنك المركزي او استجواب وزير الماليه أو استجواب الحكومة رئيس الوزراء حول أسباب ومبررات رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. وعند عدم الاقتناع بهذه المبررات، طبعا المبررات واهية، مبررات سعر صرف الدولار مبررات واهية، وهسه بعد قليل أنا أوضحها، يستجوب وإذا ما اقتنع يقيل محافظ البنك المركزي ويقيل أيضا وزير المالية. هاي
الامكانيات القانونيه لدى البرلمان وعند اقاله محافظ البنك او اقاله الوزير الماليه يمكن ان تكون هناك قدره او اجبار على سعر صرف الدولار امام حقيقه رفع سعر صرف الدولار المبررات الرئيسيه للحكومه ومن اجل تشجيع او الانتاج المحلي. نعم دكتور. هذا الاجراء لا يمكن ان تقوم به الحكومه الا في حالات معينه. نعم. اهم هذه الحالات اذا كانت الاجراء هذا يجب اجراء تدريجي تشجيع او لرفع القدره التنافسيه للانتاج الوطني، للانتاج الوطني العراق الى 90% عباره عن الصادرات، السلعه الوحيده اللي يقوم العراق في تصديرها هو النفط، يعني العراق هو دوله ريعيه. رفع سعر الصرف هو معناها رفع مستوطنات، معناها استيراد تضخم. الان احنا نعاني من تضخم جامح، رفع سعر الصرف معناه مستورد يضاف نعم الى الاسعار. نعم دكتور بشير، من وجهه نظري ان الدوله او حكومه الكاظمي اتجهت الى هذا الامر لسبب رئيسي. قبل عام 2021 نهايه عام 2020 قام بترويج تخفيض المرتبات واجور الموظفين، تخفيض المخصصات، بعض المخصصات اللي رفعت بنسب كبيره، رفع الضرائب على الموظف. نعم. هذه الاجراءات وجوبهت براي عام عارض كبير من قبل الراي العام العراقي. اتجهت الحكومه بعد ان لم تستطع من تخفيض الرواتب الاجراء. طبعا الراتب هو او الاجر هو الاجر النقدي واجر حقيقي. الاجر النقدي هو الذي يستلمها الشخص او الفرد. هذا اللي سعد الحكومه هو تخفيض الاجور النقديه او راتبات الموظفين، لكن لم تستطع في هذا الراتب. الحقيقه هو كميه السلع والخدمات اللي يحصل عليها المواطن بواسطه اجوره النقديه. طبعا رفع سعر صرف الدولار هو ادى الى تخفيض نعم دكتور بشير الطائي الخبير الاقتصادي كنت معنا عذرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.